بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرائد المظلي خالد يوسف الحمود من مرتبات القوات الخاصة فوج 35 إنزال جوي، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن جيش النظام الأسدي بعدما شاهدته من أعمال قتل وقمع واعتداء على الممتلكات بحق أبناء الشعب السوري، وأعلن التحاقي بصفوف الجيش السوري الحر الذي يعمل على حماية الشعب. وأدعو كافة الضباط وصف الضباط والأفراد الشرفاء أن يبروا بقسمهم وأن يسارعوا بالالتحاق بصفوف الجيش السوري الحر ليكونوا عونا للشعب وعلى سوريا حرة نبيا. أنا الرقيب يوسف محمد حمود أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي وأعلن انضمامي إلى الجيش السوري الحر، وهذه هويتي. أنا المساعد أول أحمد زيدان أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي وانضمامي إلى الجيش السوري الحر، وهذه هويتي. أنا المجند سامر أحمد أطار أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي وانضمام إلى الجيش السوري الحر، وهذه هويتي. أنا المساعد أول عبد الكريم حج محمد أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي والتحاقي بالجيش الحر. أنا الرقيب محمد جزار أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي وانضمامي إلى الجيش السوري الحر، وهذه هويتي. أنا المجند مصطفى أطار أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي وانضمامي إلى الجيش السوري الحر، وهذه هويتي.